السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة الريفيو بتاعنا عن كتاب سوبر ستار للألماني الأولى إعدادي. هنشوف الكتاب من جوه. هنا أول حاجة احنا فتحنا الكتاب، هنا جايب لي الحروف الأبجدية أو بداية الحروف، نطق كلمات بالحروف الأبجدية بالألماني أهيت، وتركيبات صوتية ونطق. الكتاب ما شاء الله عامل زي المجلة، كأننا ماسكين مجلة بالظبط. دي كلمات متفرقة، وبعدين بيبدأ السوبر ستار يعمل لي المنهج بتاع الألماني هوت والتمارين بتاعته اهي، التمارين بتاعة الكتاب وعرضه للدروس، وكمان جايب تمارين كتير جدا، وجايب أسئلة تشوز اهي كتير قوي وقطع، والكتاب شكله حلو قوي يفتح النفس الصراحة. الألماني سوبر ستار ده سنة كام؟ أولى إعدادي، وبرضو بينزل تانية إعدادي وتالتة إعدادي. سوبر ستار من أكتر الكتب اللي بتخلص بسرعة جدا جدا، يعني مش بيقعد خالص. ودي طريقته من جوه هيت. طبعا التانية إعدادي بتاعه نفس النظام أهو من جوه، بس هنا الكلمات أكتر، وعامل جزء للضمائر، وعامل شرح حلو جدا، والفربات كمان الافعال زي فورد بكيه اهيت اللي كان من جو الشاكيرة، وتعبيرات مهمة جايب اكسبريشن. و الكتاب بصراحة شكله يفتح النفس اهو. السوبر ستار الالماني اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي موجود فوري 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 ان شاء الله.